السلام عليكم يا جماعة الخير. رسمياً أنا زليت، لكن تدرون كيف؟ والله تستاهلون، والله إنكم تستاهلون كل خير لأنكم ناس طيبة. وبقول لكم ليش. نزلت مقطع يا جماعة قبل يوم، وعلى كل اشتراك يضغط الشخص راح أحسب ريال وأتبرع فيه. لكن مو هنا المصيبة يا جماعة الخير، خلال 24 ساعة جمعنا 25500 ريال، وأنا والله العظيم إني قد كلامي. على كل ضغطة زر اشتراك راح أتبرع فيها بريال، فهذا هو قدام عينكم. رامي طلع الريكورد، وقف بياناتي، تبرع باستخدام أبل باي 25500، واسمعوا الصوت، وهذا رقم الإيصال للتأكيد. الله يكتب أجرنا وأجركم، وأنا قد كلمتي. بيني وبين متابعيني، سواء أنت كنت مشترك جديد أو توك تضغط على زر الاشتراك الآن، أسأل الله أنه يتقبل مننا ويكتب أجرنا وأجركم. الفترة الأخيرة جلس أنزل شورت يا جماعة، شيكوا على قناتي تحت، وبإذن الله تعالى من فترة فترة أسوي أشياء زي كذا فيها خير. حبيت أعطيكم تحديث ولا تحرمونا من دعمكم. نسبة المشتركين وغير المشتركين ظاهرة قدامكم، تأكد أنك ضغط زر الاشتراك الآن وأنت تطلعني ومشاهدة ممتعة للمقطع. السلام عليكم. مقطع دسم ترى، مقطع دسم. جلستكم فرحات. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العمومي جهز ويختار اسمه، مود ثلة باور. اختار اسمك فقط، اختار اسمك. طيب بسم الله. العمومي يطلع فوق الان ونشرح لكم اسم المشاهد. ايش عندنا اليوم؟ احمد ترى توهم يدخلون، والله اول مره تدخلون. والله قهر، والله عجبني ريان. شو يطعن الروس، اقسم بالله يطعنهم. يا عيال خلينا نهدي شوي، لو ما تهدون ورب الكعبه الافصح عليك انت وياه. اسمع لا افصح عليك انت وياه يا الشايب. تعال يا الشايب، والله لو ما تك اظهري اظهري. هبل انزل كسكت. طيب يا عيال اصبر اصبر اصبر، دخلنا احنا على طول. طيب يا جماعه الخير، سويت الشيء اللي طلبتوه مني في اخر مقاطع، كلكم تكررون نبغى مود لاعضاء الفله، نبغى مود لليوتيوبر، هذا مود لليوتيوبر. ولكن كل يوتيوبر قدامكم عنده خصاصه. ولكن يا جماعه الخير لازم اشكركم، اخر مقطع الامونج اس وصل فوق 1,800,000 مشاهده وفوق 180,000 لايك، والله كل اللي اسويه اني اقلب حقكم. اسال الله انه يسعدكم قلوب كثيره لك يا عزيزي المشاهد. بهذه المناسبه الجميله اعزائي الساده الحضور، سواء انتم المشاركين ام ايضا المشاهدين، مجهز لكم مفاجاه شخصيه نادره، انسان انتم تحبونه، انسان دائما يذكرني باللايك وبالاشتراك وبالمشاهده. اضغط على زر الاشتراك وبطلع لك الان، بيطلع اول مثلا زر الاشتراك. احسبني اطقطق، وقف اضغط زر الاشتراك حتى تشترك ما تطلع. ما نوقف شيء، وقف صوت، ضغط، ممتاز. طيب رحبوا معنا يا جماعه الخير بالاسطوره المسطره، صاحب اقوى انطلاقه في تاريخ اليوتيوب، محبوب الملايين، بدر النوح. احلى تحيه يستاهل. اول ظهور على الشباب. هلا بالضرس الزين بدر. بدر تو راجع. بدر والله نفس الكاركتر. يا الله اسمع يا جماعه، بدر تو راجع، وبدر فتح قناه جديده. تحديت انا وياه تحدي في حال ان قناته الجديده اللي بحط لكم رابطها تحت زادت 100,000 مشترك من لحظه مشاهدتكم لهذا المقطع، راح اسوي اللي ابغاه في قناته. مو بس كذا عزيزي المشاهد ايضا. أحمد. ها مستحيله والله العظيم مستحيل. 100,000 قسم بالله. اي والله ما مشكلة، مستحيل. ما مشكلة. الرابط يا جماعه اشتركوا، خلوني ابرد وجهه، والله لا نزل مقطع ابرد وجهه. والله يا تحداك رب الكعبه. ما في مشكله، ما في مشكله. وبرضه يا جماعه ابى اضيف نقطه، ان ترى فيرفل المتحدي بدر اذا وصل 1,000,000 في شهرين راح يجيب له سياره. ممتاز، ما في مشكله. انا ما ابغى الامور هذه، انا بس ابغى تعرفني. عموما ما اطول عليكم يا جماعه، الان بعطيكم نبذه سريعه عن الشخصيات. عندنا 8 شخصيات، الامبوستر او المواطنين تتغير اسمائهم كل جيم، يعني عشان ما حد يعرف الثاني. نبدا بالشخصيه الاولى، رايد مشواح. اذا تحولت على شخصيه الشايب راح تجيك خاصيه. تعال عندي يا صهيب، ابعد يا رايد ابعد. شخصيه رايد اذا قرب منه واحد يقدر يضربه ويطيح على الارض. ويطيح على الارض لمده 10 ثواني ما يقدر يتحرك. الشخصيه الثانيه شخصيه صهيب. يا عيال بسالكم سؤال وبسال المشاهدين بعد، صهيب ايش معروف فيه؟ اشتراك لايك اشتراك لايك. يا سلام، دام اشتراك ولايك. الضرس النظيف مين؟ ريان صح؟ ايه. يعني مثال لو اروح عند ريان واضغط على اسمه وانا حاط علامه تريكات وماخذ شخصيه صهيب، ايش يصير؟ اركض 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 اركض.
شو اللايكات تطلع لكم كلكم؟ اي واحد مش حاطط اللايك بيش اللايك من بشر لايك عند المشاهد والله على الحركه دي يستاهل لايك والله عندنا انا متحمس اشوف جاسر احس انه كذا ما راح احرق لا 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 ما راح احرق بخليكم بالمقطع تشوفون بس بحط بدر النوح بما انه ضيف عندنا بدر معروف يا بدر بالمقالب معروف باشياء اعطيه هو تعال يا بدر بدر تعال في حالنا بدر تحول شخصيته ولما تحول شخصيته بدر يقدر يستخدم حاجه بدر يستخدمها دائما اللي هي بودره الحكه يقدر يحكم في مكانه ما يقدر يتحرك لا يروح لا يمين ولا يسار لمده 10 ثواني ثابت واضح ركان عشان ما يزعل ركان عشان ما يزعل ركان وش يصير يصير يا ركان تلقم ما تستمتعون بالمود نسمي بالله يا اخوان ونبدا اول جيم يلا تسكو يا رحمن يا كريم ارزقنا يا ربي اللهم لك الحمد تسكو اوكي لا تغلط احمد اختار اسمك اختار اسمك كل شيء طبيعي 14 ثانيه روق اكس بي اضغط عليها اوكي العموم بدل طيب نيراتي مفعله تمام لازم قدر المستطاع ما ازل واغلط غلطه شويه سوي المهام كل شيء تمام عندي اشياء هنا ما شفتوها عندي صرخه هذه مو بوسه هذه صرخه عموما رامي خذ هذه مني انتاجك مو عاجبني فتره كثيره يا ابن الذين قاعد بسومهم افكار هايد اوكي شايب الأسلاك الوردي الأحمر الأزرق الأصفر الأزرق في شيء مهم هنا عند العيال الباقيين أمورك طيبة ياسر واحد أشياء رايد الشايب الشايب الآن شيء سليم بس اوكي عيان وبدر هنا مع بعض عيان وبدر هنا مع بعض بقفل عليهم الباب عشان يصدمون بعض زياده بطلع فوق بتحول طيب انا لا طب تحولي لصهيب نرسل اللايكات على مين؟ ما اعرف المشكله هذول مين؟ بس لايكات على او ماي جاد صهيب عندي شت في حد صهيب تاني صهيب تاني صهيب تاني صهيب تاني امان ليش علي ليش ليش علي ليش علي ليش لا 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 شت يا رب البنت شفت 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 يا ما لا والله ما شفتك والله الغبنا شلون جاني القهر اخوي مات او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد اهرب 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 اهرب
الحكة أبو نوح أبو نوح حط المنطقة الحكة لا 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 الله يسعد ابوك ما متت انا ولا ليش البوصر هذا يا شيخ ما متت ما متت لا يا عيال انا عايش انا حي صح انا عايش انا حي صح انا عايش الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا عايش طيب انا مين بيتكلم انا اللي انا اللي ضغطت ذا اول شيء صراحه العدد كبير صراحه اللي مات وهذا شيء مؤسف هذا واضح انه واحد متمرس كان يعرف اللعبه بالضبط متمرس مين الباقي مين الباقي الحين معنا مين يتكلمون باقي احمد انا صهيب انا صهيب صهيب وبدر اربعه بما اني انا اسبق واحد منكم معناته انا توثقون فيني ثاني واحد بعدك ممتاز يعني انا يا صهيب صح طب ما اقدر اقول انا اقدر اقول لكم انه صهيب 100% انا اقدر اقول لكم انا اقدر اقول لكم 100% كان صهيب كان صهيب انا بقول لكم انا صهيب قدامك صهيب قبل شوي قاعد يركض من قدامي ولا كانت قاعد تمر من عنده مي قاعد تلحقه هذا رقم واحد رقم اثنين بدر مستحيل انه ما عمره لعب معنا مودات ولا يعرف يستخدم الخصائص مستحيل راكان شفته يوم الامبوستر متحول الى اثنين شنك قدام عيني انا شنك وثاني شنك ثاني رافع ريان ريان كان يبغى يصلح هو ريان ولا راكان سوسه مسوسه ما ادري مين كان يبغى يصلح انا 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 إيه؟ انا كان متحول بالالكتريك شايل ريان دخل معاه بالفنت وطلع مع الجهه الثانيه وانا قاعد اطلع بالكاميرا الكاميرا شغاله طلع على طول متحول على شنك دخل علي جاني صهيب شلون صهيب برر مش صهيب برر حطها فيك صبر 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 معليش 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 اقاطعك احمد اقاطعك احمد نعم صهيب كان موجود في واحد منكم انتوا الاثنين شفتوه بعينكم عند الكهرب لا 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 ما كانت الحدث كذا ما كانت الحدث كذا انا شفت ضرس انا شفت ضرس الازرق الازرق مشيول من شنك ايه قدامي بالفنت ايوه 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 كان في ضرس ثاني راكان انت كنت ضرس ولا وشو طيب انا وياك مع بعض حلو انا يكفي أيوة. بقى شخصيه شنك شالت ضرس الزين ايوه شال صهيب انت الوحيد طيب يعني يا صهيب يا شنك صهيب اقول لك طلع قدامي طلع قدامي لا مش انا احمد ركزوا معي انا بصوت احمد سوقتوا علي وطلعتوني حيدبحكم واذا عملتوا سكيب الان برضه حيدبحكم ليش انه حيدبلنا يحط لايكات ويمسك راسي صهيب صهيب انا اعطيتك تهمه يا عيال قدام عينكم هذا كله صار صبر يلا جرب الحقني مين يبغى اللايكات يجيني جرب الحقني جرب مين يبغى يضرب طاولة الاجتماع يجيني ماجيك خلنا نتفاهم تعال نتفاهم يلا تعال يلا والله ما ادري يلا تعال بس اضرب الطاولة خلنا نتفاهم مع تكفى بس اول شيء اصبر تعال تعال ما في شيء تعال 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 ايوه يلا يلا وريش بتسوي بدر ما يمدي يضرب اجتماع بدر ما يمدي يضرب اجتماع مخلص اجتماعاته فما في الا انا الان ما في الا انا خلي بدر بدر اكل اكل اني مسكين اكل انت لا والله اذبح قدامي تكفى خلني اذبح معك امسك بالله ما يمدي اذبح طيب بدر مخلص اجتماعاته تو سوى اجتماع ركان بيدي ايش تقدر تسوي ركان الان علمني لا تكلم بس نزلني احمد بقولك شيء انا نزلك ما اقدر اتكلم انت عارف وجهي كيف اتكلم طيب اصبر لا تهر هذا رقم واحد رقم اثنين رايد ابغى اعطيك حق واحد احمد ما تذبحني انت صح باخذ معك سيلفي تعال بالله تعال اخذ معك سيلفي دقيقه شو بس خليك يمين يسار خذ هذه اسحب يمين يسار ما في يمين يسار ما في يمين يسار وين بتروح على مين ايش خطط ايش خطط ايش خطط ايش خطط لا 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 ما انت رايح مكان تعال 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 تبي لايكات تلحقي تبي لايكات تلحقي صح احمد دقيقه لا 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 اسمعني انا دقيقه اول شيء ابو نوح حقي ابو نوح ما ابغى انت في اجتماع لا 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 يا ربي ممكن ترى صح يمكن ترى تعال تعال يا اخي انا قاعد احاول اصير جنب عشان ما
ما تمسك انت. طيب اسمع يلا اقول لك شيء. اول شيء الجيم الجاي ما تدري ايش يصير في الدنيا، بتلف الدنيا وبصير مبوصل. فانا اقول انا بوقف بصفك، فلذلك اسمعني خلنا نتفاهم انا وابو نوح. ايه لا دقيقه يتفاهم. اه لا هذه قله حياه. تفهم كعب انك قليل حياه، ما تستخدم شخصيتي عليك يا ربي. وين رايح اي وين رايح وين تهرب؟ دقيقه ما عندك ما عندك تمسكني، ما عندك حقت الباب، راح حقت الباب. اي والله راحت ورب الكعبنا راحت. يا ربي يا ربي يا ربي. تعال يدي طويل انا ليش. تعال تعال بدر ابيك سالفه. تعال عفوك رضاك بدر. تعال تعال ما في ريبورت عندي. تعال الكتريك. تعال الكتريك ابو نوح. ابو نوح تكفى انقذنا. ابو نوح تكفى. انا اكثر واحد يسوي ريبورتات يا اخي. ما تعرف تسوي ريبورت انتم. والله اني انتظر ذي اللحظه واطلع الكعبه. خليك جاهز باذن الله. ها وشو الحين بوريك. شوف انا ما بهرب. ها هذه كل واحد ضغط زر اللايك وضغط زر الاشتراك. اهداء. تعال تعال ايش فيك؟ ها عندك انا عندك حبيبي. الله العظيم اقسم بالله انها سلكت معك احمد. انا ضغطت بالغلط على ما ادري مين سوى واحد اصلا قبطني رايد الغبنه مستانس بصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الله يا رب يا رب يا رب يا رب لك الحمد والشكر. يا رب لك الحمد والشكر. يا الله يا كريم. اوكي انا مواطن. العيال اختاروا شخصياتهم. جاسر طبعا كل لاعب نفس شخصيته. يعني هذا جاسر، هذا بدر، هذا صهيب، هذا رايد العجوز. رايد رايد الحين يديني اسوي له حركات. ابو اخوه مشواح. تعال ابو مشواح. الله النقابط والله. فرس الحقني فرس الحقني فرس الحقني. اول اشي نسوي ايش في كارد. في كارد نعمل زوم اوت نشوف كل الشخصيات موجودة. حلو ممتاز جدا جدا جدا. كأنه سويت البطاقة. ايش نسوي؟ كأنه اسلاك بنعمل. اوكي السوسة المسوسة هذا راكان، والسوسة النظيفة ريان. تمام رامي فوق. خلنا نسوي مهام يا ايتم الكرسي. اوكي هنا مهمة سويناها. مهام والله كثير. طيب يعني ما ادري كيف بقدر احقق. احس انه في شيء غلط. ما في اسماء. لازم لازم احفظ الشخصيه، ما احفظ اللاعب، ما احفظ اسم اللاعب. للان ما اشتغل اي سبوتاج. طيب عندنا مين هنا؟ جاسر. جاسر ما سوى ولا شيء هنا. ليش ما يسوي مهام جاسر؟ لا يطعني لا يطعن جاسر. عندي جاسر عندي جاسر عندي. نروح مكان بعيد عنهم عشان اتحول الى شخصيه من الشخصيات. والله الشخصيات جدا كثيره. خلينا نروح على شخصيه مين 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 يا صحي. فكر واختار. روح رامي. رامي ما يستحق حلوه. خليني افرجيكم. رامي 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 رامي. بسم الله يا رامي. تعال يا رامي. رامي 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 رامي. سكر كهرب سكر كهرب. يا اوكي كهرب طفى. على طول صلح 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 على طول. سكر كهرب. في اثنين هون. خذوا سيلفي شباب. هذا مين؟ عم يتحول علي؟ اخذ سيلفي معانا. في اثنين رامي في اثنين رامي في اثنين رامي. تروحوا في اثنين رامي. ابن رامي. اثنين رامي. يو سيلفي. في اثنين رامي في اثنين رامي في اثنين. يعني شلون احمد فكر؟ احمد فكر اثنين رامي. دخل بنت دخل بنت بيطلع من الرياكتور. ايش صار بيطلع من الرياكتور؟ رهيبو رهيبو الاغبياء. رهيبو رهيبو رهيبو. اطلع من هون. اتحول لشخصيه مين؟ شخصيه مين؟ شنق. اتحول لشنق. اتحول لشنق. مرحبا. ما في احد يا عيال. ماني قادر يا عيال. صعب الموضوع مره. شلون وين راح؟ راحوا ابعدوا. نرجع صهيب. حلو بما اني انا موجود هون خلينا نهجم لايكات. ريان؟ لا ريان كان معانا. لحظه مين؟ ريان صهيب. ريان صهيب. لا والله ما ادري ما ادري ما ادري. صداع 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 صداع. ها لايك. في لايك على شخصيه من الشخصيات. ما بعرف اي شخصيه
بس خذ راحت لايك. اي واحد حاليا بنزل وبضغط لايك، اللايك هذا بيهجم على الشخصية اللي ماتت المفروض. لا 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 شفت لايك؟ والله ما شفت لايك. لايكات بدر بدر لا بدر شكل بدر يا عيال لايكات مو قاعد يجي بدر. اوكي مد مد ولا لا؟ الو الو اوكي الحمد لله اللي مسوي اللي مسوي اجتماع مين يا عيال؟ ترى الان الوضع يخوف. رامي دقيقه انا صارت عندي ألف قصه. اول شيء في واحد كان مستنسخ مني وقاعد بعطي سيلفي، هذا واحد. اثنين رايح عند قبل شوي ماشي بدي اشوفه يطلع. المهم ضليت ماشي ماشي لقيت ابو نوح واقف عند الفنت، مو شو اسمه طالع منه، بس واقف عند الفنت وجاي علي لايكات. طيب اوكي انا بقول اللي شفته يا عيال. انا طلعت فوق جهه الابر اند لقيت لايك فوق على اليسار. اول ما لقيت لايك لقيت اسطوره اللايكات واقف جنبه بدر النوح واقف عند اللايك ومو قاعد يجي قاعد يلحق اللايك. بدر برر. حبيب قلبي، اول شيء انا كنت ضايع، حلو، هذا لازم تعرفه، هذا الشيء الاول. شيء ثاني، انا كنت عند الفنت فيه اسوي يوز بس ما زبط مع اليوز. فانا طبيعي اني ما اقدر ادخل جوا، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، انا كنت قاعد الحق اللايكات حسبها بتذبحني، فكنت رايح ابي اسوي اجتماع. شلون تلحق اللايكات؟ شلون تلحق اللايكات؟ يا كلب اللايكات يا استاذ طبيعي. اوكي طبيعي شيء طبيعي. لا مو طبيعي، انت قاعد تلحق اللايكات عشانك خايف منها؟ شلون يا بدر نطلعك؟ لا 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 احمد مو عشاني. لا لا احمد انا سويكه في اللعبه بس ما تسوي بها كذا. نعطيه فرصه. لا لا غيرك ايش اسمه، لو انه اول مره بيلعب امونج مستحيل يتحول انا ويدخل بنت يضرب هذا. يا عيال طيب انا اتذكر يوم رامي شفته متحول اثنين منه كان الضرسين موجودين، يعني راكان وريان بريئين ويمشون مع بعض، فانا بامشي معاهم دامهم موجودين. انا بامشي معاهم، انا يمشي معاهم واشوف. اخويا عندي مهمه مره طويله، احميني. احمد عندنا ريان ما ادري شبي، احمد الموضوع يخوف. امشي معاهم. يعني احنا مو قاعدين ترى تنمو، ترى والله الوضع كله طقطق وضحك، احنا نمون على بعض. فاذا واحد قال الثاني ضرس ولا واحد قال ابو وجه ترى كله ضحك، يعني متقبلين المزح بيننا. اذا الشخص ما يتقبل اتمزح معاه مزح ابدا. تمام، خليني اروح بعيد 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 ونروح على شخصيه مين؟ شخصيه جاسر. تحول لجاسر. جاسر ما عنده ميزه بس ولكن دعم الحركه، ادخل بنت واطلع. السلام عليكم. في واحد مستنسخ جاسر بدخل فنج يا اخي. بدر ماسك كمان. يبقى انا ودي امسك كمان عيال شوي، احس الوضع هاك هنا. تحول صهاي وهجم اللايكات على رامي، ورامي حاليا ما عنده ده تنزر، ما عنده ابدا ابدا ابدا. يا ليل، لا يا اخي مين هذا اللي بستنسخ قاعد اركض؟ لا 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 لا. بدر فك الكاميرا، فك الكاميرا، فك فك، سلم سلم الك. العب اللي كانت تلحق مين؟ اللي كانت تلحق واحد تو، اللي كانت تلحق رامي اتوقع. شوف وين 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 وين، عبرك الجاسر عبرك الجاسر. والله طفي كهرباء، والله طفي كهرباء. شوف رامي مات، رامي انفجر، اتوقع ان رامي انفجر. رامي سكر على الباب، سكر الباب، انفجر. واحد يلحقني. مين هذا اللي حط حطاتي؟ طيب لا هذا هو رامي. رامي انفجر. اوكي رامي مواطن وجاسر هنا اربعة طلعوا من هنا. جاسر ما سوى اجتماع. في جثة، في جثة، والله في جثة. وين؟ في جثة عند الكاميرا بالضبط عيال. عند الكاميرا. وش كان شكله؟ في واحد كان عنده كاميرات ممتاز. أنا شايف. ونزل تحت. أنا شايف. أحمد. اللي في المد. أنا بالكاميرات شايف الجثة يا عيال. اللي صار إن رامي كان يهرب من اللايكات وهو قاعد يهرب، أشوفه من أقصى اليمين يهرب واللايكات قاعد تلحقه. دخل جهة الستورج، ما كان يبدي يسوي اجتماع ثاني، فدخل جهة الستورج والميد باي والآدمن عفوا، تقفلت عليه البيبان. تكفيلة البيبان تكفيلة واحد وزنها.
واحد قريب حلو. من القاتل يعني محترف اي واحد قريب من القاتل واحد حلو. كان يراقب قفل وقت مراقبة واللي خلاني أعرف إنه كان يراقب إنه ايه؟ ما قفل أبواب السكيورتي يعني ما قفل كل البيبان قفل اللي عند جاس اللي عند رام فأنا بشك بجاس ولكن قبلها يعني وين أماكنكم جاسر انفرد فيني ولا سوى لي شيء ممتاز ما توقع أنه جاسر وين مكان ركان ريان بريئين سبب واحد ركان ريان بريئين سبب واحد يوم تحولوا اثنين رامي عندنا في الإلكتريك كان الضرس الأبي المسوس والصحيح كلهم جنب بعض ففي اثنين كانوا عندنا في الضرس هذا الاحمر كان فوق عند كان فوق عند ال... عند ال... عند 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 فوق مره شو اسمه هذا ما اسمه زبده ابر انجا فوق ايوه ابر انجا ده اول ما شفت قدامي واطلع بحط شو اسمه تصويت القى ركان بدي ذا الاحمر ده راح يمين تحول لمين تحول لمين تحول لصهيب تحول لصهيب حط مين على الابيض على الابيض على الابيض لايكات 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 أحمد شوف هذا صهيب عندي ما أقدر أسوي ريبورت من هذا من هذا شوف بسم الله لايكات 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 قاعد تمشي لايكات قاعد تمشي لايكات قاعد تمشي إيش هذا لايك 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 في لايك يلحق بدر في لايك يلحق بدر لايك 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 اسطوره والله اسطوره بدر تسوي اجتماع صح بدر ورب البيت في لك يلحق وانت ما تسوي اقسم بالله في واحد مات ياسر ياسر مات صح اول شيء جب جثه واللي جنبها جنبها شخصيه تشونغ وضرسين حلو حلو هذه شخصيه اللي جنبها حلو الشيء الثاني في لايكات كانت تلحقني حلو لايكات كانت تلحقني فشفت واحد ميت ودب عليه لايكات واللايكات جايه مو وين من اي جهه من تحت جايه من جهه تحت يمين مين اللي رايح تحت يمين وقف 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 تو انا في عندي كلام اي بس انا بقول لحظه يا عيال ما تلاحظون شيء حركات يا عيال ما تلاحظون شيء لا 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 وشو كل شوي تنعاد اللايكات وما عمرنا شفنا اثنين صهيب متكرره معناته هو الامبوستر واحد اللي هو صهيب ثواني ابي اتكلم والله صح يلا تكلم يلا طيب اوكي تكلم 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 قبل الكهرب طفت حلو رحت الكهرب وكانت مضويه بهذه اللحظه كان في مين كان في ضرس حلو بس مش ركان مليون بالمية ليش لو دخل بنت قدامي وطلع وين طلع عند الميد باي تمام وكان وكان طيب. اسمه بالوحدات طيب معلش كان ثمان. واحد 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 لحظه 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 اللي صلح الكهرب تومين يا صهيب ما اعرف انا اللي بصلح الكهرب انا اللي بصلح الكهرب بس ما شفت احد دقيقه انا ما شفت احد دقيقه انا اللي بصلح الكهرب ما كان في اي ضرس بالالكتريك انت تكذب أيوة. صحيح يا صحيح. انت تكذب لا لا انت كنت اصبر شوي انت كنت متخبي انا طلعت من الـ عند الكهرب رحت يسار عشان اشوف اللي كيف شفت بالظلام كيف شفت بالظلام اصور لازم كسب يا عيال شكله بيطلع لايكات من ظهورنا صدقوني صهيب يا عيال ولا ما افهم بمن المسكت اجى الوقت شو نهجم على ناس ولكن قبلها اشوف مين فكر صهيب اعطي هذا بسم الله مش بعد التوأم صهيب الامبوستر شغل رياكتر انفجر مرحبا شباب خذ سلبي صهيب انه صهيب صهيب الامبوستر وصلنا شك لا 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 لا
تكفون اول مره لا 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 رايد 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 معلش 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 رايد افوز بالاشكات ولا تسوي معك رايد يا ليه رايد يخرب بيتك يا خوازك قاعد يتحول قدامنا ادري شفته بس ما اقدر اضغط ها فك ذيك طب ما تحلون عشان يا عيال عدى ابو نوح يلا يلا ما عليه رايد مع بعض الفوز هاد واضح انه صهيب هاد اهدي ركز ركز بالكلام الفوز هاد اهدي لكل واحد ضغط لايك يا عيونكم والله احمد احمد معلش يا عيال ليش تلين احمد مره يا ما عندي حجه ما عندي حجه واضحه عليه ما اقدر اطلع كذا لا 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 ما اقدر طيب يا رب بوستر يا رب مره ثانيه بنبسط عرفت فد 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 قسم بالله ضحكت قبل شوي بوستر يس يس اول مره اصيب اول مره في حياتي والله من الهجه اللي بتصير يلا بسم الله الان خلونا نبدل ببدل انا وريان باخذ ريان ريان ياخذ ركان حلوين اصبر بسم الله الرحمن الرحيم بدي اسوي اخليها وورد ريكورد وورد ريكورد هذول يمشون اثنين مع بعض هذول يمشون اثنين مع بعض طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابغى اسكر بيبان دحوم ابي اسكر بيبان لا والله تكفى ما اعرف اسكر بيبان انا هنا سبوتاج اسمع بروح عندي بدر كنا انا ها كننا 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 ريان كننا كننا تتوقع بدري البوستر بيذبحني انا اي ما يبي يذبحك انت الدو اي انا معه انت وخر انت روح انت ركان بلحق رايد احس رايد الامبوستر يا الكيم هذا ما ادري ليش لا والله سوى مهمته رايد في العاده رايد يسوي مهام مواطن يسوي مهمه حلو 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 يا هذول الاثنين كلهم جنبي ما اقدر اسوي شيء يا اخي ابغى اذبح بيذبح ذا شلون اذبح ابا تشينج خليه حق حق لا لا شخصي ركان شخصي اصبر طيب يلا 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 تعال تعال من البيت تعال 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 يحسب كنت انا يحسب كنت انا ابا قفل الباب انا سمعت صياح راكان يعلم من عندي انا سمعت صياح راكان نسمع صياحه والله وبالله لا تعال بتعال 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 السيناريو اللي صار هذا مستحيل اللي صار كالتالي قبل لا نبدا الجيم قررنا انا وريان نغير شخصيتنا انا اخذ ريان وهو ياخذ ركان واللي صار كالتالي قلنا بنوقف عند ابو نوح بنجس نبضه وقلت ريان شوف اذا ما طلع ابو نوح الامبوستر وقتلني انا ما اكون ركان وتصير السيناريو كالتالي يتحول ابو نوح ويحط عليه بودره الحق ويلحق ويسوي انا حط ميوت انا محط ميوت طيب اسمعوني كيف تحول كيف تحول انا شفته قدامي يا عيال ركان اللي ضرس مسوس مين ضرس مسوس هذا انا ضرس مسوس يعني هو هذا هي قدامي تحول شباب 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 في اشياء كثيره قاعده تصير الان في حاجه نحست علينا ركان وريان بدلوا ملابسهم فاحنا الحين ما ندري اذا هم البوستر مين البوستر بي هذا رقم واحد رقم اثنين الان بدر قاعد تقول هم تحولوا قدامك وركان يقول ان بدر تحول قدامك انا ريان يا ابو نوح انت يا اخي ودري امي انا ريان شلون انت ريان انت ركان يا حمار انت حطيت بودره حق على راح على روح حطيت انا طيب قلت له والله قلت له ان ابو نوح يبيك والله والله العظيم تكفون عيال ثقوا فيني انا اصوت على صهيب ساعدني لاني انا ما اقدر اسوي شيء انا شوف نقول شوف شوف طيب ريان انت شوف انا تحكي انا بقوله خلينا نعمل سكيب حاليا وغير هيك غير هيك اذا اللي ببالي مسكين خلوه يلعب خلوه يستمتع شوي ركان يمكن انت اللي تحولت يا عيال ما اتوقع ركان وريان انا اقول لك ركان وريان يا عيال شكلهم تيمين انا كنت برا يا ركان ركان وريان يا عيال تيمين خطلع ركان وريان تيمين يا عيال وش طيب وين بدر ابلحق بدر يا الله يا اخي ابعدوا عني ابعدوا عني
ابعدوا. ابو نوح الحين ضايع ما يدري وين ركان وريان وريان وينه وركان وينه، ويبيني انا والله العظيم اني ضايع الحين. ايه ابيك انت 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 ابعد ابعد على اساس انت المسوس. اوكي 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 ايوه كان ريان ماسكين بدر. شكل الامبوستر هذا يقول لا انت الامبوستر. اذبحني اذبحني وريحني عادي. انا ركان تكفى احمد صحصح احمد. انا ركان انا ركان احمد تكفى. يعني هذا المفروض انه ريان صح؟ هذا المفروض انه ريان لان نبدل مع ركان. رايد ضرب اجتماع رايد شيك رايد مسوي ميوت خلقه ايش فيه ما يتكلم رايد شكله رقد الشايب رايد. واحد من الضروس تحول قدامي شفت خلاني يضحك حك خلاني يضحك حك يمه يا ربي ايوه يا عيال صلوا على محمد. خطل ريان ركان والله ازعاج على غير فايده طلعوه ريان ركان يا خسر ما تثق فيني مره واحده في حياتك يا ربي الحمد لله يا عيال اللي معه اللي معه احنا نطلع ركان وريان يقول 15 15 15 15 15 15 طيب اوكي طيب اصبروا الحين ركان ركان وشلون وشلون لبس ابيض 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 ركان ابيض انا ابيض احمر لا 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 طلعني طلعني حمار انا ابيض حمار هو واحد. طيب طيب وقفوا طيب وقفوا 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 رايت صوت على مين؟ على الابيض الاحمر صوت 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 60 ثانيه عندي الاحمر صوت على مين؟ الاحمر يا بقره يا بقره الاحمر ياسر يا الفاء ولا مين؟ ياسر يا حمار تكلم ياسر تكلم يا حمار ياسر الابيض ياسر التوام التوام يا عيال الاحمر. طيب اوكي اوكي صوت على مين يا رامي؟ بدر على شو اسمه الابيض. بدر صوت على مين؟ ابيض اخويا يا عيال ياس رايد صوتوا على الابيض يا عيال صوتوا على الاحمر الباقيين الباقيين صوتوا على الاحمر يلا لا 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 ليش الابيض طيب يا اخي الابيض جاسر ما له دخل جاسر انا تخني هذا جاسر هيو يا حسون والله يا نورك على عزونه دحوم هذا هذا بل يا اخي اصبر تعال بقفل الغرفه يا مرحبا والله مسهلا يا اخي وش فيك راح نكون دولي ام القهر لا والله شغلت الرياكتر طب صلى خير انا معك انا معك انا معك انا معك انا معك انا معك قاعد يمشينا رايد ما راح اسوي مهام الجيم ذا ما راح اسوي مهام رايد رايد طق واحد صاير وش رايد عمي عمي وشاهد شاهد من اول واحد بتحول واحد قدام قاعد تلحقنا انا وانت انا ركبنا اليوم لاحقين انت من اليوم طيب طيب لحظه 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 رامي انت اللي انطقيت صاحب مو بواحد كبير وريان وركان بريئين معي من اليوم حلو راي
طيب من تحت. رايد ها انت بعد ما صلحت لي اكثر وين رحت؟ انا رحت لقيت جثة صهيب وضحكت ومشيت الصدق. وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ صبر انت قبل الكهرب يا رايد علمني وين تحت. ضحكت ومشيت. طيب يعني لقيتها تحت صح؟ ايه. طيب بدر وين مكانك؟ انا جاي من عند الكهرب من تحت وراجع لفوق. رايد وبدر واحد يكون كذاب. رايد وبدر واحد يكون كذاب. في اثنين رايد، هو في اثنين رايد، واحد طقني وواحد جاي من تحت. هسا اللي طقني يا احمد متحول. رايد شلونك؟ شفته وانا بتحول. والله يعني برتقالي يا عيال. رايد برتقالي. رايد برتقالي. ريان مو برتقالي. يا عيال يا عيال خلنا نطلع رايد. خلنا نطلع رايد. تكفى. رايد رايد رايد. انا صوت والله صوتك طلع. يا ابو ناطق يا خوالي. يا القمر رايد يلا مع السلامه. رايد يا رايد يا جنبك صوتك على نفسك. صدقوني رايد يا عيال. وشلون رايد الحين معنا؟ رايد طلع. رايد طلع مش تمام. طب ما قدامك يا اخي يا عيال الصور. يا رايد يا واحد كامل متحول. يا رايد موجود. دقيقه بالله. رايد انت حي ولا ميت؟ انا حي ونرزق. تقلبون علي يا باردين الوجه. رايد التلول. رايد الم رايد التلول. صبر يا عيال. هولد. اول ما ضربنا الطاوله في اربعه بس. رامي، راكان، ريان، شونق، لا خمسه ورايد. ابو نوح وين؟ ابو نوح طلع الجيم. ابو نوح الحين تلعب ولا طلعت انت؟ حاط ميوت. ميوت معناها مات. يعني رايد الموجود طلعنا بالغلط. رايد الموجود يا عيال. اقسم بالله اني صدعت الحين. لحظه شوي كيف كذا؟ انا جاني صداع يا عيال. رايد انا طالع عندي اني ميت الصدق. هنا انت ميت؟ ايه. جاي من الحي. تاكد رايد الان اكس. والله ما ترول الحين. عندي اكس. عندي اسمي اكس انا. عشان المشاهدين يفهمون. يا جماعه احنا ما نشوف زي ما انتم ما تشوفون. انتم تشوفون مين الامبوستر، لكن احنا نشوف ارقام لان احنا ما عدلناها باللعبه داخل. فالان في واحد معانا قاعد يطق. بدر وينك؟ انت ميت؟ بدر ميت. بدر حط ميوت. شوف ميت. طيب راكان ريان. راكان ريان. رامي وشو؟ ميت ولا حي؟ احمد حي قدام. طيب اسم الخطه. الان عشان نقفط. الان نسوي سكيب. الشخص اللي بيننا احنا الاربعه كلنا بنلحقه الين ما يتحول ويطلع ونطلع بعدها على طول. صح عليك. يعني نلحق. شكل رايد. نلحق شكل رايد. يلا اوكي. لان رايد يقول انه ميت. سكيب يا رصاص. ترى ما عندي اجتماع انا عيال. ها اوكي اسمع بدك مدرب؟ اي بسرعه ما اعرف ايش اسوي. اي اسمع اللي عامله انت صحيح. تعرف شو تسوي هلا؟ تتحول لصهيب. وشو؟ تتحول لصهيب وهجم لايكات على اي واحد وسكر كل الابواب عشان يا اخي دول يلحقوني. عادي تحول قدامهم. عادي تحول قدامهم؟ عادي مش عارف انه انت وشلون تحول. اصبر نسيت. تحول رائد الى صهيب. وين صهيب؟ ايوه وين صهيب؟ صهيب وجهي مكتوب صهيب عليه. لايكات صهيب. صهيب لايكات. او شيت. انا شفت شخصيه ابو نوح تحول ريان بس سرقت الوهله. يمكن تحول صهيب. لايكات. لا ذبحك الحمار. ايوه سكر الابواب. ايوه سكر. اسمع هلا شغل كهرباء. شغل كهرباء او رياكتر. شغل كهرباء. اسمع لا اتحول لشوك وصرخ. قطع روسهم. وين شوك؟ روح عندهم وصرخ بسرعة. اسمع يا عيال. يا عيال ضحكتي اول ما كلب الموت. اوكي ما هو اخر شيء يا رب. طيب بقول شيء
يا عيال ليه الحين هو حشرنا وقفل كل شيء وتحول لشخصيه صهيب وارسل لايكات لمين للريان انا الضرس المسوس اللي هو ريان اللي هو ريان يحسب ريان ركان للحين ملخبط يا عيال صدقوني انه ابو نوح يا عيال اسمعوا كلامي ابو نوح وين طيب اوكي عندي فكره عندي فكره عندي فكره انا الازرق انا لوني الازرق مين يسوي الاجتماع انا الاحمر الاحمر اللي هو رامي حلو لا رامي مين انا الاصفر اللي هو مين شرطني مين انا احمر انا احمر انا احمر انا احمر انت الاحمر يا ركان وانت ايش يا رامي الاصفر الاصفر بقى عند رصاصي مين انت بسرعه تكلم نطلعك ترى ما معنى اجتماع يا احمد يب لازم نطلع الان لازم نطلع الان يا عيال رصاصي ما تتكلم صوت عليك يا عيال يا عيال لو تذكرون اول امرجنسي ميتنج صار هو الرصاصي اللي هو ابو نوح اي والله انك صادق صح بدر ايه يا زلمه ارسل اللايكات للدرس الاحمر يحسب ان انا طلعوا 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 رصاصي 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 طيب وش رايك يا احمد ان انا الرصاصي لا 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 ورب الكعبه ما تسويها لا 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 امزح 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 بقول يا زلمه طعم اللخبطه من انت من انت من انت يا رصاصي والله قهر والله بدر انت بدر اي والله قهر يا الله يقطع ابليسكم صدعت يا عيال عموما عموما يا جماعه الخير يا رب استمتعتوا في مقطع اليوم اتمنى انكم ما تحرمونا من اللايك واشتراك قناه بدر تحت يا جماعه روحوا لقناه بدر وبرضه قناتي برضه تحت ها بتعبكم وشوفوا القناه روحوا على محمد والى اللقاء نشوفكم مقطع اخر في امان كريم واكتبوا لنا افكار تحت